السلام عليكم، أهلا متتابعي قناة إبداعات وتدابير أمونة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. هذا نهار جديد وفيديو جديد وفكرة جديدة اللي كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم ومشاهدة ممتعة. الفيديو ديال اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي اللي زينت بها الماك ديالي ولا كأس القهوة ديالي بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، ويمكن لأي مبتدئة أنها تطبقها. يكفي فقط أنها توفر على الوسائل اللي غادي نوريكم من بعد. وعلاش لا ما ناخدوش هاد لي ماك هذا ونعطيهم الأصدقاء ديالنا والصديقات ديالنا، يكونوا على شكل هدايا كتكون عندها قيمة كبيرة بزاف بزاف. الهدية كل ما كانت صنعتيها بحب وصنعتيها بيديك. إذا خليكم معايا الأخر الفيديو تشوفوا الوسائل اللي استعملت لزين هذا الماك هذا، وشنا هي الطريقة اللي استعملت. الوسائل اللي غادي نحتاج لتزيين هاد الماك القهوه ديالي، حنا كنعرفوا بان هاد الكويسات هادو راهم الثمن ديالهم رخيص، كيديروا تقريبا 5 دراهم. هاد الكاس هذا انا خديته ب5 دراهم. غادي نحتاج لدي لوغو. هنا انا عندي هاد جوج ديال لي لوغو هادو، ممكن ديروا نتوما لوغو ديال اسم ولا رسمه اخرى، حتى هي كتجي تتعطي المنظر جميل. غادي نحتاج البابي كربون. هنا بما ان عندي الكاس في الابيض اختاريت البابي كربون اللي لون ديالو غامق. غادي نحتاج الصباغه كريستال ولا الصباغه الخاصه بالزجاج والسيراميك. عندي هنا هاد الصباغه هادي ديال الماركه ديال لاباخريطه. كيف ما سبق لي وقلت لكم في فيديوهات سابقه، انا كتعجبني هاد الماركه هادي ديال لاباخريطه. علاش؟ لانها كتنشف بسرعه وكتعطي النتيجه النهائيه كتكون هائله بزاف. غادي نحتاج الكوطا ولا الباتروليف من نفس الماركه نيت. عندي هنايا هاد الكوطا هادي اولا هاد الباتروليف هادي، كتجي في الوان متعدده. عندي هنايا هاد الدوغي، عندي الكويفري، وعندي هذا لارجونتي والاسود. هاد الالوان هادو كنختاروا منهم لون واحد اللي يمكن غادي نعتمدوا عليه اولا نستعملوه. هاد الكوطا ديال لاباخريطه هادي كتجي ما فيهاش بايت على شكل بوماد، وكتعطي واحد نتيجه زوينه. يكفي اننا ملي نرسمو بها نسخنو شويه الفران ونطفيو عليه وندخلو الماك ديالنا، كتولي مستحيل انك تحيديها من هذاك الماك ديالك. اذا هانتوما معايا نوريكم الطريقه كيفاش غادي نزين هذا الماك هذا ديالي.
دابا من بعد ما كملت الرسمه ديالي غادي نتسنى عليها حتى تنشف مزيان، ومن بعد غادي نعمرها بالصباغه. ومن بعد ما نشف لي الماك ديالي غادي ناخذ الصباغه ديالي ديال الكريستال. انا خديت هنا لا ريفيرونس سي 11 لون بوردو، كنحركها مزيان دائما. غادي نعمر هاد الرسمه ديالي بهاد اللون هذا. لهاد العمليه غادي نحتاج هاد البانسو هذا 3.0. الطريقه هنا ديال التعمار ديال هاد الرسمه هذه راها سهله، لان انا ما غاديش نحتاجو اننا نديرو تدرج ديال الالوان. بالنسبه اللي بغى يدير واحد لاتوش بريونط على هاد الرسمه هذه، ممكن اننا نستعملو هاد الكرافت توينكلز. هاد البرودوي هذا كيدير لنا نفس كيعطينا نفس ليفي ديال لي بايت. يكفي اننا تتنشف الصباغه ديالنا وعاد غادي ندوزو فوق منه. بالنسبه اللي ما عندوش اللي ما متوفرلوش هاد البرودوي هذا، ممكن انه يعوضها بهاد لي بايت هادو اللي كيتباعوا عند بائعي لوازم المكياج او اللي كيستعملوا الكوافيرات. هذا بالحق كنديروه كنرشوه على الصباغه ديالنا قبل ما تنشف. اذا غادي نخلي هاد الماك ديالي ينشف وغندوز باش نلون معكم هاد لا كورون هادي ونوريكم النتيجه النهائيه. بالنسبه للتاج انا هنايا استعملت اللون الاصفر اللي لا ريفيرونس ديالو هي سي 3. حتى هو غنعمرو بواحد التقنيه اللي هي سهله، يعني ما غاديش نحتاج انني ندمج الالوان. الفكره اللي قلت لكم ديال لي بايت غادي نطبقوها على التاج. غادي ناخذ هاد لي بايت في اللون الاصفر، الحق غادي نثبتهم على الصباغه وهي مازال ما نشفاتش. اذا كنتسنى على الماك ديالي حتى ينشف وغادي نرجع معكم باش نديروا واحد لاتوش ديكوراتيف بهاد الكرافت توينكل على هاد الكلمه ديال اكوين. كيجي هذا هو الشكل ديال هاد الكرافت توينكلز، كيجي بهاد الشكل هكا.
بحال شكل ديال الجل. غناخد بانسو وغادي ناخد الماك ديالي من بعد ما نشفت ليا الصباغه وغادي ندوزو. كندير غير واحد لاتوش اللي هي خفيفه لان ديجا عندي في هاد لا كورون ديجا راه عندي فيها لي بايت بزاف، وحتى اللي بغى يخليها غير هكاك سامبل ممكن انه يخليها سامبل اولا تعوضها بهذوك لي بايت بنفس الطريقه ويكونوا في لون اخر بحال مثلا اللون الاحمر. العديد منكم غادي يسولوني على هاد لي بايت اللي زدت هنا كيفاش غادي ندير انني انفيكسيهم. غادي نحتاج لهم هاد الكولا ديال الديكوباج هادي غادي نفيكسيهم بها من بعد ما ينشفوا لي مزيان. بالنسبه للكولا ديال الديكوباج كتكون ثقيله بزاف ماشي بحال الكولا ديال الديكوباج الخاصه بالثوب اللي سبق لي ودرت معكم، كتكون ثقيله. حتى هي واخا كيبان لكم اللون ديالها راه ابيض من بعد ما كتنشف كيولي اللون ديالها ترونسبارون وكتعطينا واحد لابريونستي. بغيت نزيد لواحد اللمعان لهاد الرسمه ديالي، يمكن لي نستعمل هاد الفيرني هذا الخاص بالكريستال كيعطينا لمعان بواحد الشكل اللي هو زوين بزاف لاي حاجه رسمناها على الكريستال وما كيزولش كيكون لينا بحال شكل ديال واحد الطبقه عازله ما بينات هذاك الرسمه اللي درنا وما بينات الماء. يعني الا كنوليو نغسلو الكؤوس ديالنا ولا اي حاجه زيناها بواحد الطريقه اللي هي بكل حريه، يعني ما غاديش نردو البال بانها غادي تخسر لينا ولا شي حاجه. وكان هذا هو الشكل ديال الكاس ديالي من بعد ما كملت الزين ديالو. راه كيف ما شفتوا الطريقه سهله وبسيطه، يكفي انك توفري على هاد الوسائل هذه وتطبقي اي موتيف من الموتيفات اللي بغيتي. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبتكم الفكره ديال اليوم كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.